السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الستوري بورد. الستوري بورد بحط بعض اللقطات وهو بيبدأ يزورهم ورا بعض. يعني عشان نعمل كده أعمل alternative سريع وزي ما اتعلمنا قبل كده، أقول له الضفلة ديت، أعمل واحدة تانية بيكون غير الماتريال، أعلم على الأرضية دي وأقول له M يجيب لي الماتريال. ممكن أختار مثلا ماتريال تاني وأعلم عليهم تاني وأقول له إيه، أعمل لي الترناتيف تاني. لما أنا عندي كده لطين فيهم اختلاف في الماتيريال، هاجي هنا برضو أروح مغير ماتيريال تاني. خلينا نمسك السقف دوت وندي له أي ماتيريال، نقول لكم مثلا دوت ماشي. ممكن برضو الجزء ده نغير الماتيريال اللي فيه ونروح معلم عليهم واعمل الالترناتيف تالت. تمام، هضيف حرف الام عشان اقفل الماتيريال، وادوس حرف اليو او من ستوري اقول له ستوري بورد. تمام، هقول له كرييت ستوري سلايد. اجي على اول لقطه، كليك يمين، اد تو كارنت ستوري بورد سلايد، الثانيه، الثالثه. تمام، وهاجي هنا روبرتس، دي اللقطات هم 3 ثواني متوزعين بالطريقة ديت، ممكن اغيرهم عادي اهي كلوز زي ما انت شايف بيبدأ يعرض لي اللقطات كلها مع بعض. ممكن يكون انت عندك عميل مثلا وعايز توريه كذا كذا اقتراح ورا بعض بحيث هو يختار اي اقتراح منهم هو عايزه. ممكن اقول له change duration وخليها مثلا 6 ثواني. تمام، طيب 6 ثواني هدخل هنا في ال في الـ properties. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وابدأ احرك كده واقول له 6 ثواني.